كلنا بيحصل لنا مشاكل في حياتنا، وتمر علينا أيام وليالي، ونقعد نفكر في حل مشكلتنا، وفي الآخر ما بنوصلش لحاجة. لما تحس إن باب الدنيا اتقفلت في وشك، لازم تعرف إن مشكلتك مشكلة مؤقتة، يعني هتعدي، زي ما عدت عليك مشاكل كتير وتحلت برحمة ربنا. وأهم حاجة إن أيا كانت مشكلتك فهو حلها بسيط، بس مطلوب منك حاجتين تعمله. أولا، لازم تتعلم إنك تحمد ربنا على النعم اللي بين إيديك. ثانيا، تتدرب على الهدوء، ده هيساعدك إنك تعرف تفكر وتركز على إنك توصل لحل. وفي النهاية أحب أقولك إن مشاكل الدنيا عمرها قصير، زي سحابة صيف، لكن طبيعة الحياة النور والشمس والتفاؤل والأمل. تحياتي.